بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قناة اي اس تي في راح نديروا مع بعض تاكوس ميكس. هاد التاكوس بزاف يحبوه الكبار ولا الصغار، ومليح تاني كساندويتش، اما الخرجات هكذا كي تحبي تخرجي ولادك للبحر ولا للمدرسة. نبداو على بركة الله. بسم الله، علاه يقولوا له تاكوس ميكس؟ خاطرش نخلطوا معاه اللحم المفروم، ولا هنايا اما تقدري تستعملي الدجاج ولا تقدري تستعملي الديك الرومي، صدر الديك الرومي ولا صدر الدجاج. انا هنايا راح ندير كميه قليله، عندي نص صدر دجاج قطعته هكذايا رقيق كيما راكم تشوفوا. عندي لهنا اللحم المفروم، هنا راهو مازال شويه كونجلي، والتوابل لهنايا عندي الثوم لهنا المفروم، كيما تقدري تعوضيه بالثوم العادي، بصح الثوم هكذايا اليابس هو خير من هذا الثوم الجاف، خير من الثوم الاخر خاصه في هاد لي تاكوس. عندي الفلفل الاحمر، القزبر، زنجبيل، كمون، وراس الحانوت، وطبعا ما ننساوش الملح. دوك لهنا نبداو نتبلو في اللحم تاعنا وفي الدجاج، عندهم نفس التتبيله. وشنو برك اللحم لهنايا نحطوا له الكمون، وهنايا الزنجبيل نحطوه لهنايا للدجاج، وهاد التوابل نخلطوهم كامل مع بعض. من هاد الطاكوس ساهل وسريع وما فيش بزاف الصلصات هادو، كيما كنت درت ديجا معاكم واحد من قبل، نبغي نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. هكذا كي تخلطيهم كامل، حطي نص لهنا ونص من هيك. ودخل لهنا ملحي، كل واحد حسب لا كونتيتي اللي درتي. دوك نخلطهم مليح مليح ونكملوا التتمة مع بعض. هنا في المقلاة تاعي حطيت زوج مغارف تاع الزيت، ودوك نبدا بالدجاج هو الاولاني، خليهم يسخنوا مليح مليح ونبداو نقليو الدجاج تاعنا عادي. حاولي بعد ما قليت الدجاج تاعي مليح مليح، هنا كيما نعرفوا بلي في الطاكوس ما لازمش نخليو اللحم تاعنا يقعد ساعه ساعتين، ولا ديريه في الليل ولا هنا، ما تحتاجيش لهاد الطريقه. هنا بعد ما قليته مليح مليح، دوك لهنايا نزيد نحط هذيك اللحم المفروم تاعي. هنا بعد ما تقلي شويه اللحم المفروم تاعك، دوك خلطي كل حاجه وخليهم يطيبوا مليح. كاين اللي يحبوا يطيبوا كل حاجه وحدها، بصح الطريقه خير. هنا في نفس المقله نحيت اللحم تاعي وحكمت لهنا، زدت حبيت مغرف تاع الزيت خاطرش انا اللحم تاعي ماهيش مشحمه بزاف، لكن بقات لكم الدهون في هذوك الدهون. بعد بلا ما تزيدوا الزيت احكموا بصله هكذايا تكون كبيره ثاني، قطعوها هكذا شرائح وقلوها، ملحوها، ديروا لها شويه تاع الفلفل الاسود وقليوها. كاين يزيدوا لها مغرف تاع السكر يحبوا يسكروها، انا ما نحبش هذيك الطريقه، انا نحب نقليها غير هكذا برك. نزيد لها دوك الملح والفلفل الاسود. الوقت اللي راه يطيب فيه البصل تاعنا، هنا حكمت كاسرونة حطيت فيها كاس تاع 240 ملي حليب، نحط فيه هكذا نشا تكون ماشي معمره مليح وماشي ممسوحه مليح، مغرف تاع نشا، شويه تاع الفلفل الاسود اللي هو الفلفل الكحل، شويه تاع الملح. نخلطهم حتى
لا تبدا تعقد لي هاد الصلصه، من بعد نزيد لها شويه تاع الفرماج وشويه تاع المعدنوس. هاي لك الصلصه تاعي بعد ما طفيت عليها، رايحه تكون هكذايا عقده كي شغل بيشاميل، دوكي تبرد زيد تعقد اكثر واكثر. هاي لك دوك نمرو المونتاج تاع التاكوس تاعنا، والمقادير تاعو هاي لك راهي واجده لهنا قدامنا. لاصوص فرماج اللي خدمناها السهله والسريعه، هنا تانيك اللحم اللي طيبناه مع الدجاج، شويه تاع بطاطا زدناها مقليه، فرماج لهنا تحبي ديري ساندويتش هذاك الكاري ولا هدايا، والبصل تانيك اللي شحمناه هنا فيها التاكوس ميكس يديروا البصل، كاين اللي يزيدوا له السكر، انا ما نحبش نزيد له السكر. وعندنا تانيك الخبز تانيك تاع التاكوس، هاوليك خبز تانيك سهل وسريع. نبداو على بركه الله بسم الله في المونتاج تاعنا. هنا دوك نبداو في المونتاج تاعنا، احكمي الخبز تاعك هكذا تاع تاكوس. هذه طريقه سهله وسريعه، لا يهمكم الامر ندير لكم لا فيديو تاعها، باسكو شفت بلي عاد ما يهتموش بزاف هكذا بالمعجنات هادو كامل، هذه وليت ما نديرش بزاف. انا هاد القناه قناه الطبخ ماشي قناه تاع لي فلوغ وتاع اشياء واحده اخرى. هنا واش درت، حكمت هذيك لاصوص حطيت منها شويه، دوق نزيد هذيك اللحم اللي درناها مع بعض مع الدجاج. انا هذا درتو على اصوله تقليدي كيما تاع زمان بكري، هكذا عمري شويه لهنايا. ومن بعد زيدي البطاطا اللي كنا قليناها، ومن بعد نزيدو البصل. نزيدو الفرماج، قلت لكم تقدروا ديروا اي نوع تاع الفرماج اللي تحبوا، كيما تقدروا ديروا ساندويتش. انا يعجبني هكذايا الفرماج اللي يكون فيه الكو، يعطي له طعم اكثر واكثر. وفي الاخر نزيدو شويه تاع هذيك لاصوص اللي كنا درناها مع بعض، ومن بعد نغلقو الساندويتش تاعنا عادي هكذايا. جيبي هذا الكوتي لهنا وزيدي هذا الكوتي هكذايا. هذا الخبز ساهل وسريع يعاونكم بزاف، ومن بعد سي دخلي منايا هكذا. ها هي تحصلي على شغل مثلث كي تكوني تدخلي، تحصلي على شغل مثلث وتجبدي ديريكتومون هكذا. زيدي ديري من هذه الجهه دخلي هكذا، تحصلي على هذاك المثلث وغلقي هاوليك، ودوق لهنا قلبي الطاكوس تاعك وحطيهم. اللي عندها دوق البانيناز تديه ديريكتومون لابانيناز وديرو، واللي ما عندهاش كنت وريت لكم الطريقه ديجا، نحطو في الطاجين تاع المطلوع. وعندنا هذيك الاله اللي نديرو بها الخبز، كامل عندنا هذه الاله هادية اللي نعبزو بها الخبز تاعنا، حطيه فوق الطاجين تاع المطلوع وقعدي تعبزي هكذا باش تحصلي على هذوك لي تخي. وكاين تانيك طريقة واحدة أخرى، من بعد إن شاء الله نوريها لكم. أنا دوك نكمل الطاكوس تاعي كامل بهذه الطريقة، نفريسيه ونشوفو كيفاش. دوك لهنا نبداو نفريسيه في الطاكوس تاعنا، حكمت الطاجين تاعي حطيتو يسخن، دوك لهنا نمسحو بشوية تاع الزيت ولا الزبدة كيما تحبو، كل وحدة واش تحب تاكل. أنا نفضل زيت المائي داخل، ومن بعد نحكم الطاكوس تاعي هاوليك ونحطو غير بالعقل برك. خليه شويه هكذايا ومن بعد نبدا نعبز عليه. هاي لك
النتيجه الاخيره تاع الطاكوس تاعنا صدقوني يخرج روعه. وهنا راني قسمت لكم طريف باش تشوفوه كيفاه يجي لداخل، يجي خفيف ويجي ماشي يابس لداخل، يجي مويلو كيما نقولوا. هاوليك شوفوا كيفاه يخرج في هذيك العصاره، يخرج ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم. ما بقالي غير نقول لكم كالعاده خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.